وينضم إلينا الآن من رام الله الخبير العسكري اللواء واصف عريقات. سيد عريقات، أهلا بك معنا. أبدأ معك من موضوع استهداف المستشفيات المستمر. أصبح لدى الاحتلال ما يمكن تسميته ربما متلازمة المستشفيات في قصفها وقتل المرضى وصولا إلى إخلائها، وهذا أمر غير مسبوق في وحشية استهداف المستشفيات. ما هي أهداف الاحتلال اليوم من كل هذه الوحشية في ظل ما يحصل اليوم، في ظل ما شاهدناه مع مستشفى الشفاء ومجمع الشفاء الطبي، وما يحصل اليوم في المستشفى ومحيط المستشفى الإندونيسي؟ هي بالتأكيد هي إفلاس، هي فشل عسكري أمام العالم وأمام الإسرائيليين وأمام كل من يتابع ما يجري على أرض قطاع غزة. وكما قالت الأخت كريستين، استعادة الهيبة، الصورة المهشمة، الهزيمة التي حدثت لهم يوم 17 وما زالت حتى يومنا هذا تحدث يوميا وفي كل ساعة. حينما يعلن اللواء قفعاتي عن مقتل عدد كبير من ضباطه وجنوده، وهؤلاء من نخبة النخبة، على أيدي المقاتلين الفلسطينيين في الميدان، وهو يقوم الجيش الإسرائيلي يقوم بقصف المستشفى الأندونيسي، وكما قال مدير المستشفى قبل قليل على فضائيتكم أن قذيفة من الدبابة دخلت إلى غرفة استشهد فيها 12 مريض. هذا إن دل على شيء يدل على أن المستوى الأخلاقي والقيمي والإنساني الذي وصل إليه الجيش الإسرائيلي هذا ناتج عن عدم قدرته عن تحقيق أي إنجاز في الميدان. بدل من أن يتوجه الجيش الإسرائيلي لمواجهة المقاتلين الذين يخرجون له من تحت الأنقاض وفي كل مكان من تواجده، هو يذهب إلى المستشفيات عند المرضى، عند الأطباء. هذا الصرح الإنساني. هذا المستشفى مستشفى كلى، مستشفى علاج كلى، حينما يكون فيه مئات من المرضى ويحاصر ويمنع إدخال أي شيء على المستشفى ويقتل كل من يتحرك في المستشفى، هذا يعني إعدام ميداني مع سبق الإصرار. وهذه جريمة حرب يعاقب عليها القانون حقيقة الذي تدير ظهرها إليه إسرائيل اليوم. ولكن هل تستطيع إسرائيل أن تديم إدارة الظهر هذه؟ أنا أعتقد أنه ما يجري الآن من صمود للمقاومة الفلسطينية سيعيد كتابة التاريخ بأحرف من نار ونور، لأن هذا المجتمع الظالم الذي يساند إسرائيل اليوم لا يستطيع أن يبقى صامتا على هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة أن وسائل الإعلام تنقل بالصوت والصورة أن المقاومة الفلسطينية يستهدف الجندي الإسرائيلي ويستهدف آليته، يستهدف دبابته، ويستهدف معسكره. اليوم تطلق الصواريخ من قلب غزة المحاصرة المكلومة على باتجاه قاعدة رعيم العسكرية، في حين أن الجندي الإسرائيلي يقتل بدبابته المرضى داخل المستشفيات، والطائرة تقتل المدنيين في أماكن إيوائهم وفي الطرق التي تعتبرها مناطق يعني مرور آمنة هي تحددها، وهي تقتل المواطنين عليها. فبالتالي هذه الصورة يعني المعلنة عبر الفضائيات، أنا أعتقد أن العالم يشاهدها ويعرف من الذي يرتكب الجرائم ومن الذي يرتكب المجازر بحق الشعب الفلسطيني.